اتفضل. ظهر في الكادر يمكن من شويه عمار بيلف كده او بيجري في ملعب التتش، تطمننا على حاله عمار وامتى ممكن يدخل في تمرينه كامله مع الفريق. يعني خليني زميلي احمد اطمنك، يعني في امر مهم جدا على اكرم توفيق. اكرم توفيق طبعا وعمار طبعا اصابه رباط صليبي، واكرم طبعا العمليه كان قبل عمار حمدي، لكن عندي تفاصيل مهمه جدا خاصه بيه اكرم توفيق، وايضا هنتكلم على عمار حمدي. عايز اقول لك ان خبر صار وان شاء الله مفاجاه، يعني ان شاء الله صار لكل جماهير النادي الاهلي، باكد ان شاء الله ان اكرم توفيق من خلال اسبوعين او ثلاث اسابيع ان شاء الله، يعني تقدر تقول على يوم 20/7 ان شاء الله هينضم للتدريبات الجماعيه. مؤخرا كان الدكتور احمد ابو عبله طبيب او رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي كان توجه الى المانيا لملاقات رئيس الجهاز الطبي لنادي بايرن ميونخ الالماني يوخان هانا، واطمن بنفسه على كل التفاصيل الخاصه باكرم توفيق والعمليه والقياسات البدنيه اللي تمت مؤخرا، واشاد بالبرنامج التاهيلي اللي وضع لاكرم توفيق عقب الزياره. هو طبعا الدكتور احمد ابو عبله اهداه درع للنادي الاهلي وقميص النادي الاهلي، وهو اتكلم يعني بصوره اكثر من رائعه عن النادي الاهلي ومدى العقليه اللي في الجهاز الطبي عند النادي الاهلي، وارتباط النادي الاهلي طبعا علاقات طيبه مع مسؤول نادي بايرن ميونخ، وايضا العلاقات الطيبه اللي ما بين الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي ويوخان هنا. عقب الزياره توجه للدكتور احمد ابو عبله برفقه اكرم توفيق الى النمسا لملاقات كريستيان فينك الطبيب اللي كان اجرى جراحه الرباط الصليبي لاكرم توفيق، اللي عمل يعني قام باجراء قياسات بدنيه جديده لاكرم توفيق توافقت تماما مع القياسات البدنية اللي تم إجراءها سواء في القاهرة أو في الدوحة، وأشاد بالبرنامج التأهيلي اللي تم وضعه لأكرم توفيق، وبالتالي إدى يعني التصريح للدكتور أحمد أبو عبلة قال له إن شاء الله يعني خلال أسبوعين خلال ثلاث أسابيع هيكون موجود في التدريبات الجمعية، وتصمم على الحصول على قميص أكرم توفيق كتذكار، وطلب من أكرم توفيق قميص للنادي الأهلي وأعطاه يعني أكرم توفيق قميص للنادي الأهلي، واحتفظ بقميص النادي الأهلي. طبعا هو بيقول النادي الأهلي بالنسبة له واحد من الأسماء الكبيرة، احتفظ بقميص النادي الأهلي بجوار قميص ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي. نفس الأمور اللي تمت مع أكرم توفيق زميلي أحمد بتتم مع عمار حمدي. عمار حمدي حاليا في برنامج تأهيلي موضوع باستكمالا للبرنامج اللي وضع في أحد الأكاديميات أو أحد المراكز الطبية في الدوحة، هيستكمله هنا في القاهرة، ثم هيكون هناك زيارة خلال الفترة القادمة أيضا بعمار حمدي لأيضا يوخان هنا رئيس الجهاز الطبي البايرن ميونخ، ومن ثم أيضا زيارة لكريستيان فينك الطبيب النمساوي اللي أجرى الجراحة سواء لأكرم توفيق أو لعمار حمدي طبعا، لكن الأقرب خلاص هو أكرم توفيق زميلي أحمد اللي بطمنك عليه وبطمن كل جماهير النادي الأهلي. يرجعوا الاثنين بالسلامة. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من ملعب